شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة، وهو شهر شريف، وكان الصلحاء من الصحابة والتابعين يهتمون بالعبادة فيه اهتماماً بالغاً. المناسبات الإسلامية: اليوم السابع ذكرى شهادة الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام سنة 114 هجرية في المدينة. اليوم التاسع يوم وقوف حجاج بيت الله الحرام بعرفة، وهو يوم عظيم. اليوم العاشر عيد الأضحى المبارك. اليوم الخامس عشر ذكرى مولد الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام سنة 212 هجرية. اليوم الثامن عشر ذكرى عيد الغدير، وهو من أعظم الأعياد، اليوم الذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام: من كنت مولاه فعلي مولاه، وذلك في المكان المسمى غدير خم. اليوم الرابع والعشرون وفيه مناسبتان: أولاً ذكرى يوم المباهلة، اليوم الذي باهل فيه النبي صلى الله عليه وآله نصارى نجران بأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. ثانياً ذكرى يوم تصدق الإمام علي عليه السلام بالخاتم لفقير محتاج، ونزلت في ذلك الآية القرآنية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اليوم الخامس والعشرون يوم شريف، وهو اليوم الذي نزلت فيه سورة الإنسان في شأن أهل البيت عليهم السلام بعد أن صاموا 3 أيام وأعطوا فطورهم مسكينا ويتيما وأسيرا وأفطروا على الماء، وقال الله في حقهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثانيا على قول بعض العلماء إن هذا اليوم هو يوم المباهلة. الأعمال الإسلامية العبادية: الأيام العشر الأولى من هذا الشهر ذكرت في القرآن في سورة الفجر، حيث قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. وعن النبي محمد صلى الله عليه وآله: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام هذه العشر، وفيها أعمال كالآتي: أولاً صيام الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة، فإنه يعدل صيام العمر كله. ثانياً أن يصلي بين فريضتي المغرب والعشاء في كل ليلة من لياليها 2 ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب والتوحيد 1 مرة، وهذه الآية: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ليشارك الحجاج في ثوابهم. ثالثا أن يدعو بهذا الدعاء من أول يوم من 10 ذي الحجة إلى 10 يوم عرفة بعد صلاة الصبح وقبل المغرب، وهو وارد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم هذه الأيام التي فضلتها على الأيام وشرفتها وقد بلغتنيها بمنك ورحمتك، فأنزل علينا من بركاتك وأوسع علينا فيها من نعمائك. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تهدينا فيها لسبيل الهدى والعفاف والغنى والعمل فيها بما تحب وترضى. اللهم إني أسألك يا موضع كل شكوى ويا سامع كل نجوى ويا شاهد كل ملأ ويا عالم كل خفية أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عنا فيها البلاء وتستجيب لنا فيها الدعاء وتقوينا فيها وتعيننا وتوفقنا فيها لما تحب ربنا وترضى، وعلى ما افترضت علينا من طاعتك وطاعة رسولك وأهل ولايتك. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تهب لنا فيها الرضا إنك سميع الدعاء، ولا تحرمنا خير ما تنزل فيها من السماء وطهرنا من الذنوب يا علام الغيوب وأوجب لنا فيها دار الخلود. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تترك لنا فيها ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا سهلتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير. اللهم يا عالم الخفيات يا راحم العبرات يا مجيب الدعوات يا رب الأرضين والسماوات يا من لا تتشابه عليه الأصوات، صل على محمد وآل محمد واجعلنا فيها من عتقائك وطلقائك من النار والفائزين بجنتك والناجين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. رابعاً، أن يدعو في كل يوم من الأيام العشر بهذه الدعوات الخمس 10 مرات والأفضل 100 مرة،
وقد جاء بها جبرائيل إلى عيسى بن مريم هدية من الله عز وجل ليدعو بها في الأيام العشر، وهذه هي الدعوات الخمس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. أشهد لله بما دعا وأنه بريء ممن تبرأ، وأن لله الآخرة والأولى. سادساً، أن يهلل في كل يوم من العشر بهذا التهليل المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام بأجره الجزيل، والأفضل التهليل به في كل يوم 10 مرات. لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله ورحمته خير مما يجمعون. لا إله إلا الله عدد الشوك والشجار، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد الحجر والمدار، لا إله إلا الله عدد لمح العيون، لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور، لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في الصور.